السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا متابعين الإسكولة من كل مكان. أبطالنا حبايبنا أبطال الصف الأول الثانوي أبطال الكيمياء أستاذ محمد غنام. موعدنا إن شاء الله النهاردة مع مراجعة الباب الرابع الكيمياء الحرارية. إن شاء الله هتكون مراجعة قوية جدا جدا جدا. هنبدأ مراجعتنا بمجموعة من أسئلة خاصة بمسألة التذكر زي المصطلح العلمي أو ما معنى، وطبعا الغرض منها ان احنا نفتكر المنهج كله بسرعه قبل ما نخش في اسئله المستويات العليا. طبعا هي مش بتيجي زيها في الامتحان، لكن هي الاساس ان انا اعرف احل بيها اسئله المستويات العليا. وهنقعد نحل مع بعض اسئله مستويات عليا، وهنشوف هنقدر نفكر ونطلع الاجابه على طول ازاي. ان شاء الله تكون حلقه قويه باذن الله نعرف نجمع بيها كل افكار الباب الرابع. مش هطول عليكم عشان نلحق نخش مع بعض في المعركة اللي جاية ديت. يلا بينا. السؤال عندنا وهو اكتب المصطلح العلمي. طبعا زي ما اتفقنا مع بعض احنا هنحط كده سؤالين في البداية هو الغرض منهم بس هي عملية التذكر. تمام؟ طيب علشان اعمل او ان انا فكرة ان انا اتذكر المنهج اللي موجود عندي، فلنبدأ في الأول. سؤال بيقول هنا الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى. يبقى أنت هنا بتتكلم على قانون بقاء الطاقة. العلم الذي يهتم بدراسة الطاقة وإمكانية انتقالها ده اللي هو علم الديناميكا الحرارية. العلم الذي يهتم بدراسة التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية والكيميائية هو أحد فروع علم الديناميكا الحرارية اللي هو بيسمى علم الكيمياء الحرارية. أي جزء من الكون يكون موضع للدراسة يحدث به تغير كيميائي أو تغير فيزيائي، ده اللي إحنا بنسميه النظام. النظام الذي يسمح بتبادل الطاقة فقط مع الوسط المحيط، يعني يسمح بتبادل الطاقة ولا يسمح بتبادل المادة. تمام؟ ده النظام المغلق. الطاقة الكلية لأي نظام معزول تظل ثابتة حتى ولو تغير النظام من صورة إلى أخرى، هو ده القانون الأول للديناميكا الحرارية. وطبعا برضو القانون الأول عندي هنا للديناميكا الحرارية هو أيضا بيكون موجود بناء أو تطبيقا لقانون بقاء الطاقة. مقياس لمتوسط طاقة حركة جزيئات المادة، احنا هنا بنتكلم على درجة الحرارة. ولما جينا اتكلمنا قبل كده على فكرة انت ليه هنا بتقول كلمة متوسط، قلنا لأن حركة الجزيئات بتاعتي أو سرعتها بتكون متفاوتة، فعشان كده بشتغل بالمتوسط. كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة، ركز أيوه هنا، حرارة قد إيه؟ 1 جرام من المادة بمقدار درجة واحدة سيليزية، يبقى إحنا بنتكلم هنا على الحرارة النوعية. طيب لو المادة ديت أنا شلتها وقمت حطيت مكانها من المية، يبقى في الحالة دي أنت بتعرف هنا السعر. نظام معزول يستخدم في قياس حرارة احتراق بعض المواد بمعلومية درجة الحرارة الابتدائية والنهائية، المسعر الحراري. تمام، بس انت هنا هو السؤال بتاعي لما جه بيتكلم على فكرة الاحتراق، وانا عندي نوع خاص من انواع المسعرات الحرارية اللي بتستخدم في عملية الاحتراق وهو مسعر الاحتراق او القنبلة. مجموع الطاقات الكيميائية المختزنة في مول واحد من المادة، دي اللي بنسميها المحتوى الحراري أو الإنثالبي المولاري اللي أنا برمز لها بالرمز H. الفرق بين مجموع المحتوى الحراري، تمام، بص هنا بتكلم على إيه؟ على الفرق، يعني هطرح المحتوى الحراري للنواتج والمحتوى الحراري للمتفاعلات، يبقى أنا بتكلم على التغير في المحتوى الحراري اللي هو بالنسبة لي ممكن أكتبه دلتا H.
معادلة كيميائية رمزية موزونة تتضمن التغير في المحتوى الحراري، يبقى احنا بنتكلم على المعادلة الكيميائية الحرارية. تفاعلات ينتج عنها انطلاق طاقة حرارية من نواتج التفاعل إلى وسط المحيط فترتفع درجة حرارته. أيوة هي باينة قوي من اسمها، بيقول انطلاق، يعني بتتكلم على التفاعلات الطاردة للحرارة. تفاعلات يكون دلتا اتش فيها، ركز، بإشارة موجبة. بإشارة موجبة، يبقى أنت بتتكلم على التفاعلات الماصة للحرارة. مقدار الطاقة اللازمة لكسر الرابطة في مول واحد من المادة، أو مقدار الطاقة المنطلقة لتكوين الرابطة في مول واحد من المادة، أنت بتتكلم على طاقة الرابطة. يبقى ركز هنا، أنت هنا اتكلمت على الكسر، ممكن أقول الطاقة برضو نهوت وأقول إن هي الطاقة المنطلقة من تكوين، هي هيها، يبقى أنا بتكلم على طاقة الرابطة. كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة عند إذابة مول من المذاب في كمية من المزيد لتكوين لتر من المحلول، هتبقى حرارة الذوبان المولارية. طيب لو اللتر دي مش موجودة يبقى هقول حرارة الذوبان بس. ارتباط الأيونات المفككة بجزيئات الماء، دي العملية اللي بنسميها عملية الإماهة. والطاقة المنطلقة عند ارتباط أيونات المذاب بجزيئات الماء تسمى طاقة الإماهة، والمرتبطة بعدد أكبر من جزيئات المذيب دي بالنسبة لي طاقة الارتباط، وعلى فكرة برضو أنا أقدر أسميها برضو طاقة الإماهة لأنها أيضا بترتبط بجزيئات الماء. بس هي الفكرة إن الطاقة المنطلقة دي عند ارتباط بعدد أكبر من جزيئات المذيب، الكلام ده بيحصل أثناء عملية التخفيف وليس الذوبان. عملية اتحاد سريع للمادة مع الأكسجين دي اللي بنسميها عملية الاحتراق. أكثر حالات المادة استقراراً في الظروف القياسية دي بنسميها الحالة القياسية. طبعاً احنا عارفين ان الظروف القياسية اللي هي 1 أتموسفير 25 درجة سيليزية والتركيز 1 مولر. طب حد يقول احنا كنا اخدينها قبل كده مش 25 صفر؟ ده في الاس تي بي، وصفر دي تخص الغازات فقط. حرارة التفاعل مقدار ثابت في الظروف القياسية سواء تم التفاعل على خطوة او على عدة خطوات، ده قانون هس او بنسميه المجموع الجبري الثابت. ما معنى ان الحرارة النوعية للحديد الرقم ده اللي هو 448 من 1000 جول لكل جرام درجة سيليزية؟ يعني انا بحط التعريف واجيب الرقم واحط وحدة القياس، يعني هنقول أن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من الحديد بمقدار 1 درجة سيليزية هي 448 من 1000 جول. طيب أنت يا مستر إيه لازمة سؤال زي دوت في النظام الجديد؟ لا أنا عايزك تفهم كل اللي مكتوب ده، ما أنا ممكن أجيب لك التعريف ده كله هنا هو كده بالشكل، وأجيب لك في الاختيارات الرقم ده بس ما أجيبوش بالجول، هجيبه مثلا بالكالوري بالسعر. يبقى أنا علشان أحول من الجول للسعر يبقى معنى كده إن أنا هقسم على 4 و18. يبقى تاني نهور، علشان أحول من الجول للسعر يبقى أنا بعمل إيه؟ أنا بقسم على 4 و18. حرارة احتراق البروبان 2323 كيلو جول لكل جول. احنا قلنا قبل كده ان الاحتراق دائما طارد للحرارة، دائما طاقة منطلقة، تمام؟ يعني معناها ان كمية الحرارة المنطلقة عند احتراق مول واحد من البروبان في كمية وفيرة من الاكسجين تساوي الرقم ده. قال ايوه، يبقى انت المفروض هنا في السؤال اللي فوق ده كده كنت تقول ان الدلتا اتش بتساوي سالب الرقم اللي مكتوب دوت، تمام؟ ولما تيجي في التعريف تقول لي كمية الحرارة المنطلقة، عشان كده انت حطيت الرقم هنا من غير سالب، حطيته بإشارة موجبة، صح كده؟ وده اللي احنا اتكلمنا عليه في المسائل. المحتوى الحراري لمادة 400 كيلو جول لكل مول.
أي أن مجموع الطاقات الكيميائية المختزنة في مول واحد من المادة يساوي 400 كيلو جول. طاقة إماهة أيونات الصوديوم الرقم ده. طيب لما أجي أحط تعريف الرقم ده، هو أنا التعريف بتاع الرقم ده هحطه بإشارة سالب ولا موجب؟ أنت قلت عملية إيه؟ إباهة، ودائما الإباهة طاقة منطلقة، يبقى مقدار الطاقة المنطلقة من ارتباط الأيونات المفككة بالماء تساوي الرقم ده بإشارة إيه؟ بإشارة موجبة. جميل، بس أنت هنا ما قلتليش إنه إشارة سالبة، أو ما حطيتش الإشارة. أيوه مش هحط الإشارة رغم إن هو طارد، لأن أنا قايل لك كلمة إباهة والمفروض تعرف من الإباهة إن هو طارد للحرارة. سين ثلاثة، اختر الإجابة الصحيحة. عندما تكون تي واحد أكبر من تي اتنين، فإن قيمة كمية الحرارة تكون بإشارة، نرجع كده للقانون. وأنت لما كنت بتيجي تحسب كمية الحرارة كنت بتقول إن الكيو بتساوي ام سي دلتا تي، تمام؟ طيب هي مش دلتا تي اللي أنت كاتبها دي، هي عبارة عن تي اتنين ناقص تي واحد. طيب لما اطرح عندي هنا هو الصغير ناقص الكبير، يبقى اكيد الناتج عندي طالع بإشارة سالب. اذا اكتسب واحد جرام من مادة كمية من الطاقة مساوية في المقدار لإيه؟ للحرارة النوعية، فإن درجة حرارتها، ارجع بقى كده للتعريف ده اللي كنت بتكلم عليه، اللي من التعريف هعرف اجيب الاسئله اللي فيها افكار شويه، لان ناس كتير قوي هتجري وتقول لي طالما انت بتتكلم على حراره نوعيه يبقى تظل ثابته. هقول له لا، مش ده السؤال بتاع تظل ثابته. وكون انك تختار تظل ثابته يبقى انت بتحفظ السؤال. ارجع لتعريف الحراره النوعيه. كنا بنقول كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره 1 جرام من الماده بمقدار درجة واحدة سيليزية، يبقى لما اديها حرارة نوعية 1 جرام ترتفع بمقدار 1 درجة سيليزية. الواحد جول يساوي كام سعر؟ يبقى احول بين الجول للسعر. طب يعني من الصغير للكبير، يبقى هقسم على 4.18، يبقى هقسم الواحد على 4.18 هيطلع اللي هو 239 من 1000 سعر. وحدة قياس الحرارة النوعية، أيوة أنا فاكر، هي جول لكل جرام درجة سيليزية. مش موجودة. طب ما هو اللي تحت الكسر ده لو أنا طلعته فوق هيطلع بإشارة سالبة، يعني يبقى جول جرام سالب واحد درجة سيليزية سالب واحد. عندما تمتص كمية من الماء السائل كمية من الحرارة، فإنه مية امتصت حرارة، هل هي كده بتبذل شغل على الوسط المحيط؟ لا طبعا، ده هي اللي امتصت. هل تتحول إلى بخار ماء؟ برضو مش شرط اللي توصل لدرجة التبخير أو الغليان. هل تقل طاقة حركة الجزيئات؟ استحالة، المفروض لما يمتص كمية من الحرارة تزداد الطاقة الحرارية فترتفع درجة الحرارة، يبقى يزداد متوسط سرعة جزيئات. لديك عينة من مادتين أحدهما بخار الماء وحرارته النوعية 2.1%، والأخرى من الألمونيوم وحرارتها النوعية 9/10، فإن الزمن اللازم لرفع درجة حرارة بخار الماء، إحنا قلنا قبل كده اللي حرارتها النوعية أكبر بتسخن ببطء وتبرد ببطء، فبالتالي الزمن هيكون أكبر. طيب جسمان لهما نفس الكتلة اكتسب نفس كمية الحرارة، فكان الارتفاع في درجة حرارة التاني نص الارتفاع في درجة حرارة الأول، فإن الحرارة النوعية للتاني نقط. الحتة دي علشان أحلها أنا المفروض هنا إيه؟ الاتنين أخدوا نفس كمية الحرارة، معنى كده إن الكيو للجسم الأول بتساوي الكيو للجسم التاني، والاتنين ليهم نفس الكتلة، ده معناه إن سي واحد دلتا تي واحد بتساوي سي اتنين دلتا تي اتنين، يقول نفس الكتلة. طب حلو، طب هو بيسأل على ايه؟ الحرارة النوعية للتاني ايه بالاول؟ يعني قصده يقول هنا ان سي اتنين على سي واحد شغل رياضة، يبقى هتساوي دلتا تي واحد على دلتا تي اتنين. طب عوض، هو قال ايه؟ الارتفاع في درجة حرارة
التاني نص الارتفاع في درجة حرارة الأول. التاني نص الأول، يعني لو الأول باتنين يبقى التاني بواحد، يبقى سي اتنين على سي واحد بتساوي اتنين، يعني بتساوي عندي الضعف. وبالشكل ده حل أي نوع من أنواع المسائل أنت عايزها. تتوقف درجة الحرارة النوعية لكرة من المعدن على طبعا نوع المادة لأنها مقدار ثابت. يعتبر جسم الإنسان نظام مفتوح. ليه نظام مفتوح؟ يسمح بتبادل الطاقة، جسم الإنسان بيسخن وبيبرد حسب الوسط، وأيضا بيسمح بتبادل المادة، أقل ما فيها عملية التنفس، الإخراج، الأكل، الغذاء، وهكذا. ألقيت كرة معدنية درجة حرارتها 60 درجة سيليزية في كأس به ماء يغلي، وركز هنا يغلي يعني 100 درجة. انتقال الحرارة، دايما هتنتقل الحرارة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، يعني هتنتقل من الماء إلى الكرة. معنى كده إن الاختيار عندي اللي هو رقم ألف والاختيار رقم دال أنا مش عايزه، أصبح هنا. الانتقال في درجة الحرارة يبقى على أساس فرق درجات الحرارة، يعني هتنتقل الحرارة من الماء إلى الكرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة الماء. طب ليه يا مستر مش بسبب ارتفاع الطاقة الحرارية؟ لا ملهاش علاقة، احنا بنقول ان الطاقة الحرارية المفقودة تساوي المكتسبة، المفقودة تساوي المكتسبة، تمام؟ لكن الانتقال بيكون بسبب التغير في درجة الحرارة وليس الطاقة الحرارية. من التفاعل التالي، واعطيني دلتا اتش، وركز هنا المعادلة عندي، يعني دلتا اتش دي بالنسبة للمثال هي تخص ايه؟ واحد مول. فعايز كمية الحرارة المنطلقة من 3 مول، تمام هضرب في 3، فهيطلع عندي يا إما الرقم بإشارة موجبة أو يا إما الرقم بإشارة سالبة، أختار إيه؟ أيوة نرجع كده هنا، أنت قلت إيه؟ منطلقة، يبقى بالموجب، أنا مش هحط السالب، لأن كلمة منطلقة هي معناها السالب. نرجع نفتكر تاني، لو قلت لك مقدار التغير الحراري الناتج كنت هحط السالب، دلتا اتش بالسالب أو كيو بالسالب. قلت كمية الحرارة المنطلقة، فكلمة المنطلقة هي تعني السالب، فأنا أحطها بالموجب. وضعت كمية من سائل الأكتان داخل مسعر القنبلة لقياس حرارة احتراق الأكتان، فارتفعت درجة حرارة الماء داخل المسعر. يبقى إيه اللي هيحصل؟ أولاً الأكتان اللي احترق، فالأكتان هو النظام، يعني مثلاً هنا كلمة الأكتان هو النظام، معنى كده إن رقم به عندي دي الماء نظام؟ لا، والأكتان وسط؟ لا. الأكتان نظام، هيفقد ولا هيكتسب؟ أيوه هو اللي حصل له احتراق، يبقى هو اللي بيفقد الطاقة. يعتبر ترمس الشاي الغير مغلق مثال للنظام المفتوح. إيه ده مستر إحنا خدناه معزول؟ أيوه بس أنا ركز هنا، أنا بلخبطك، أنا بقول لك الإيه؟ الغير مغلق، لو مغلق كان أصبح نظام معزول. الرسمة تمثل علاقة بين التغير في طاقة النظام والتغير في طاقة الوسط. احنا قلنا اي تغير في طاقة النظام تصاحبه تغير في طاقة الوسط، ولكن بإشارة مخالفة، وده معناه ان العلاقة عكسية. طيب طالما العلاقة عندي عكسية، معنى كده انا عندي الاتنين دول ينفع، الاتنين علاقة عكسية. بس انا هختار جيم لانها بتكون بصورة منتظمة. خمسة كيلو سعر فيها كام جول؟ ركز، الخمسة دي في الأول أنا هضربها في 1000 علشان أحولها للسعر، وبعد كده هحول للجول إن أنا هضربها في 4.18 تطلع ب20900 جول. الرسم ده هنا بيوضح درجة حرارة بعض المعادن بعد تسخين كتل متساوية منها لنفس الفترة الزمنية، فإن المادة التي لها حرارة نوعية أعلى، اللي لها حرارة نوعية أعلى اللي درجة حرارتها بتزيد ببطء، لأن طالما أنا حددت زمن يبقى أنا بختار اللي هي الدي.
يعبر عن الحرارة النوعية للمادة وكتلتها. أنت قلت كل ما تزداد الكتلة، لا، الحرارة النوعية مقدار ثابت لا يتغير بتغير الكتلة، فأختار رقم د. في المحلول المركز نقط الجزيئات من بعضها وعند التخفيف نقط. أنت كنت بتقول لما بخفف بيبقى فيه طاقة إبعاد وارتباط، يعني أنت قصدك المركز جزيئاته كانت متقاربة ولما أحط المية تبدأ تتباعد الجزيئات عن بعض. في مباراة لكرة القدم أصيب لاعب في قدمه فجاء إليه الطبيب ووضع كمادة على قدمه، فهي المادة التي وضعها نترات أمونيوم ولا هيدروكسيد صوديوم، هيدروكسيد بوتاسيوم كربونات صوديوم، طبعا هي نترات أمونيوم. إشمعنى؟ أصل نترات الأمونيوم إحنا خدناها قبل كده إن ذوبانها بيكون باص للحرارة، فبيمتص الحرارة اللي في رجل اللاعب ده أو في الكدمة، فبيبدأ إن هو يقلل الألم اللي موجودة فيها. أعطيني هنا معادلة وبيقول أي العبارات التالية صحيحة. هل التفاعل اللي عندك ده تفاعل مص؟ ركز كده، لا، إشارة سالب، يعني التفاعل ده تفاعل طارد، فبالتالي دي ما تنفعش. طيب هي الإجابة به، بس تعال شوف ليه جيم وده ما تنفعش. بقول لك حرارة التكوين SO3، لا يا حبيبي ركز، حرارة التكوين ده الواحد مول وده 2 مول، برضو حرارة الاحتراق لواحد مول ودي 2 مول، فما تنفعش. لكن من المعادلة بتقول إن حرارة التكوين تساوي حرارة الاحتراق، فلو قسمت هنا كل ده على الاثنين فالرقم ده يعتبر تكوين الـ SO3 ويعتبر احتراق الـS. تتساوى قيمة التغير في المحتوى الحراري للتفاعل مع حرارة الاحتراق عندما، يعني إمتى؟ الدلتا اتش يساوي الكيو. لو الN هنا بتساوي 1، واحد ايه؟ 1 مول. اذا كانت الحرارة النوعية لـ2 جرام من مادة B عند درجة حرارة 10 درجة مئوية هي 2/10 جول لكل جرام درجة سيليزية، فإن الحرارة النوعية لـ4 جرام من نفس المادة برضو 2/10، لأن الحرارة النوعية ثابتة. إذا كانت طاقة تفكك هيدروكسيد الصوديوم في المية 70 كيلو جول، وطاقة الإماهة 350، وطاقة تفكك جزيئات المية هي 100، فإن الذوبان، يبقى إحنا هنا عندي نركز بقى في حاجة. طاقة التفكك بالنسبة لي إن أنا هجمع الـ70 زائد الـ100، يبقى هيكون الناتج 170. وبعد كده ادي الإماهة 350، فهجمع الاثنين بس هحط للإماهة اشاره سالب، فالرقم الكبير فهيطلع سالب، يبقى اذا التفاعل طارد للحراره. طارد للحراره معناها ان الاجابتين اللي تحت دول انا مش عايزه. طيب طارد للحراره وحراره الذوبان بتاعتي، لما اجي اطرح ال 350 ضغط ال 170 الاقيها 180 كيلو جول. عند إذابة قطعة من الصودا الكوية في الماء لعمل محلول هيدروكسيد الصوديوم انطلقت كمية من الحرارة، وعند زيادة كمية الماء زادت الطاقة المنطلقة، فده هيرجع إلى، طبعا أنا هبعد عن فكرة فصل المذاب والمذيب، لأن عملية فصل المذاب والمذيب ده كان بيكون في عملية الذوبان، وأنا هنا ما حصلش ذوبان. ارجع كده، أنا بقول عند إيه؟ زيادة كمية من المية، يعني معنى كده إنك عملت عملية تخفيف، يبقى لازم يكون إبعاد الأيونات، وطالما انطلق طاقة إذا أبعاد الأيونات هيكون أقل من طاقة الإماهة. المعادلة التالية تعبر عن تفاعل تكوين فلوريد الهيدروجين، فإن المحتوى الحراري لمركب فلوريد الهيدروجين هو الرقم اللي قدامي، بس هقسمه على الاثنين، لأن ده يخص 2 مول وأنا عايز لمول 1. مخطط الطاقة دوت المقابل يعبر عن التغير الحراري لأحد المتفاعلات، فيبدأ يصف التفاعل هنا، باين ان المحتوى الحراري للنواتج اقل من المحتوى الحراري للمتفاعلات، وتكون دلتا اتش باشاره سالبه. تمام، يبقى المحتوى الحراري للنواتج اقل من المتفاعلات، ودلتا اتش عندي هتكون باشاره سالبه، يبقى هو الاختيار اللي تحت عندي ده. المعادله التاليه تعبر عن تكوين ثالث اكسيد الكبريت،
استنتج المعادلة الحرارية التي تعبر عن التغير الحراري المصاحب لانحلال ثالث أكسيد الكبريت. أيوة، كل اللي هعمله إن أنا هقلب هعكس المعادلة، يبقى هغير إشارة دلتا اتش وأخليها بالموجب. أذيب 90 جرام من هيدروكسيد الصوديوم في كمية من الماء لعمل محلول حجمه 1 لتر، فتغيرت درجة حرارة الماء بالمقدار ده، فإن حرارة الذوبان المولارية هي هتسمع حاجة. أنا في الأول هجيب الكيو اللي هي بتساوي ام سي دلتا تي. الام هنا اللي هو 1 لتر مش 90، والحرارة النوعية اللي هي 4.18. في فرق درجات الحرارة عطاها لي ب 24 و 42، وبعد ما اطلع هنا اجيب عدد المولات المفروض بعد كده هعوض في القانون اللي هو دلتا اتش هيساوي الكيو على ام، وقلنا هغير الاشارة هنا لان دي ذوبان. هجيب الام هقسم كتلة المادة اللي هي 80 جرام اللي عطاها لي على كتلة المول للهيدروكسيد الصوديوم اللي هي 40، تطلع الN عندي هنا ب 2 مول، فأقسم ده على دوت والناتج عندي هيكون بإشارة سالب. احسب حرارة التفاعل الناتج من تحول الماس إلى الجرافيت بمعلومية التفاعلات التالية. كنا اتعلمنا إن المسائل من النوع ده ممكن نحلها بطريقة بسيطة كده. كل معادلة هظبطها على المعادلة الأساسية وهظبط فيها مكان وعدد. إزاي؟ المعادلة الأولانية اللي قدامي ديت هاجي ابص هلاقي ان هنا السي جي هي موجودة فوق هنا نفس العدد، بس هنا متفاعلات وهي نواتج، يبقى هقلب المعادلة الأولى ديت، وطالما هقلبها يبقى غير إشارة دلتا اتش. المعادلة الثانية هلاقي ان السي دي موجودة هنا وبرضو موجودة فوق هنا متظبطة مكان وعدد، فتمام اجمع بقى المعادلتين على بعض. سي او 2 راحت مع سي او 2، الاو 2 مع الاو 2، اتبقى المعادلة بالشكل ده وتطلع بسالب 2 كيلو جول لكل مول. احسب كمية الحرارة الممتصة عند إذابة مول من نقرات الأمونيوم في مقدار من الماء لعمل محلول حجمه 100 ملي، علما بأن درجة الحرارة انخفضت. يبقى أنا بعوض في القانون اللي هو الكيو ام سي دلتا تي. الام عطهاني بالمية، والسي أنا عارفها ب 4.18، وأطرح 17 ناقص 25 هيطلع هنا الكيو بإشارة سالب 3344 جول أو 3344 من 1000 كيلو جول لو عايز أحولها. أنا هنا المفروض هشتغل بطاقة الربطة، أعطيني قيمة الربطة وأعطيني المتفاعلات. فالمفروض إن دلتا اتش بتساوي طاقة الكسر زائد طاقة الارتباط، الكسر في المتفاعلات والارتباط في النواتج، وما انساش إن في الارتباط أنا بحط في الآخر الإشارة السالب. ادي المتفاعلات، ادي الهيدروجين انت احسبها لي 435، وادي البي ار 2 ب 193 ناقص اهي اللي احنا قلناها 2 عدد المولات في 366، يطلع الناتج بالشكل ده. بعد كده انت قلت لي عايز تحسب حاجه اسمها الانصلبي المولاري، يعني المول واحد. طب هو الرقم اللي طلع دلتا اتش بتاعي ده كان طالع لي كام مول؟ ارجع للمعادله كده، طالع لي 2 مول، خلاص اسمه على الاثنين، يبقى هيكون سالب 52 كيلو جول لكل مول. من المخطط التالي اكتب المعادلة الكيميائية الحرارية. واضح للمعادلة التفاعل ده او المعادلة انه تفاعل مصر الحرارة، يبقى لما اجي اكتبها هبدأ هكتب اهو المتفاعلات، ادي الكربونات المغنيسيوم هيطلع اكسيد المغنيسيوم وثاني اكسيد الكربون ودلتا اتش موجب الرقم اللي قدامي. بكده احنا حلينا تقريبا كل او معظم افكار الباب الرابع بكل اسئلة المستويات العليا اللي ممكن تيجي، بالاضافة قدرت اعرف انا هقدر افكر ازاي في اي سؤال بيجي. وركز حاجة مهمة قوي، لازم افهم كل حاجة كويس. تقول لي يعني التعريفات والتعليلات تتذاكر حلو جدا وتتعرف وتتفهم، لان اي سؤال فيه تفكير او مستويات عليا هي اجابته جوه التعريف وجوه التعليل. وياريت تنسى فكرة اوبن بوك وان انا افتح الكتاب، انا مش عايز اعتمد على حاجة، انا هفهم كل حاجة ومن خلال فهمي هقدر اجاوب على اي سؤال
أنا عايزه. إن شاء الله موعدنا المرة الجاية مع الباب الخامس بإذن الله، وأشوفكم على كل خير.